من قلب البرلمان ونسخة لتعديل قانون المعاشات وبشأن المعاش المبكر. أهلا بكم، أدعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد، ولا تنسى دعم المقطع بلايك من موقع البوابة نيوز، وتحديدا يوم الخميس الموافق 2 ديسمبر 2021. شاركت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب في مشروع تعديل بعض مواد قانون رقم 148 لسنة 2019 والخاص بالتأمينات والمعاشات. أوضحت النائبة إن مشروع تعديل القانون قدمه 60 نائب من أعضاء مجلس النواب، وأضافت أنه تم استكمال العدد المطلوب من النواب للتوقيع على مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 لمعالجة بعض المشاكل بالقانون الراهن فيما يتعلق بالعمالة الغير منتظمة ومدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المعاشات والمعاش المبكر ونظام المكافأة وتعويض البطالة. وتنشر البوابة نيوز نسخة من مشروع القانون. Thank you.
Thank you.
إن أعجبك الفيديو عزيز المتابع، يمكنك الآن الاشتراك بالقناة بالضغط على زر اشتراك الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. ولا تنسى دعم المقطع بلايك، وإن كان عندك أي استفسار اتفضل كلمنا على صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مرفق رابط الصفحة أسفل كل فيديو. شكرا لك على المشاهدة.